تأكيدي على التمسك بفخامة رئيس الجمهورية قائدا للبلد وبنهجه القيم في تسيير شؤون الدولة، حيث أطلق أطر ومنتخبون وشخصيات مرجعية وسياسيون من مختلف مناطق الوطن مبادرات تعبر عن حرصهم على صون المكتسبات وتشبثهم بمواصلة فخامته قيادة مسيرة البناء والنماء. كما شرعت مجموعة كبيرة من البرلمانيين في التنسيق لجمع توقيعات زملائهم النواب سعيا إلى تغيير المواد الدستورية المتعلقة بالمأموريات على نحو يفتح أمام فخامة رئيس الجمهورية إمكانية الترشح للاستحقاقات الرئاسية القادمة. إن فخامة رئيس الجمهورية يتقدم بجسيل الشكر لكل الذين عبروا أو ينوون التعبير عن تمسكهم بشخصه وبالنهج الذي أرساه، وهو على يقين من أن حراكهم هذا إنما صدر عن حسن نية وقصد وهو على يقين من أن حراكهم هذا إنما صدر على حسن نية وقصد صادق في أن يستمر البلد في تقدم ونمو مضطردين في ظل الأمن والاستقرار. وقد أكد فخامته مرارا على أن تحقيق هذا القصد يتطلب المحافظة على النهج المتبع حاليا في تسيير الشأن العام، والذي أثبت نجاعته وتبنته الأغلبية العظمى من الشعب الموريتاني، وهو نهج يجب أن يستمر كمرجعية أولى للدولة بغض النظر عن الأشخاص المكلفين من طرف الشعب بقيادة البلد من بين المتمسكين به. ويذكر فخامة رئيس الجمهورية بموقفه الثابت الذي صرح به في مناسبات عديدة والمتمثل في تصميمه على احترام دستور البلاد وعدم قبوله أي تعديل دستوري يمس المواد 26 و28 و99 من الدستور. ومن هذا المنطلق يدعو فخامة رئيس الجمهورية إلى وقف كل المبادرات المتعلقة بمراجعة المواد الدستورية الآنفة الذكر، كما يدعو أصحاب المبادرات وكل الموريتانيين المتبنين للنهج الذي أسس والغيرون على وطنهم المدركين لقيمة وحجم التطور الذي عرفه إلى تعزيز منظومتهم الديمقراطية وتقوية مؤسسات الدولة ورص الصفوف لمواجهة أعداء الوطن ودعاة التفرقة والكراهية والعنف والتطرف، وتوجيه طاقاتهم حصرا إلى تذليل العقبات التي تعترض مسيرتنا المضفرة بحول الله نحو المزيد من التقدم والازدهار ورسوخ الوحدة والأمن والاستقرار.